السلام عليكم. حالة حقوق الإنسان في اليمن ملف مفتوح على أكثر من جهة، ملف لا يخلو من رياح السياسة الدولية والإقليمية على وجه التحديد التي تضع يدا على القرارات ويدا أخرى على عدم تنفيذها. حالة تشبه إلى حد ما مسك منتصف العصا لكي لا يتم التلويح أمام من جعلوا رؤوس اليمنيين عرضة للنار والاختطاف والقصف والتجويع والنزوح. الانتقائية في رؤية حقوق الإنسان في اليمن كانت هي السائدة بالنسبة للمنظمات الدولية التي أحيانا ترى بعين واحدة وأحيانا لا ترى إلا على سبيل ذر الرماد في عيون المتعبين. دلالات قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير بتشكيل لجنة خبراء دولية تحمل مؤشرات كثيرة، من بينها الرؤية العامة تجاه الوضع الإنساني في اليمن بالتكامل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوزارة، تلك المستجدات التي ألقت بظلالها على حقوق الإنسان التي أصبحت بلا إسناد وحتى بلا ظل في اليمن. وهنا نتساءل مشاهدينا، هل هناك قصور في منظومة القانون الدولي يراهن عليها مرتكبو جرائم الانتهاكات في الإفلات من العقاب؟ ولماذا لا تضغط المنظمات الدولية الحقوقية الدولية في اتجاه تفعيل بعض أدوات القانون الدولي مثل الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة كفريق الاختفاء القسري وفريق الاعتقال التعسفي وغيرها لتشمل ولايتها جماعات العنف والأطراف غير الحكومية؟ هذا ما سنناقش مشاهدينا الكرام في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، والتي ستكون ضيفتي في هذا النقاش الأستاذة إيناس زايد، المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة إيناس. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك معنا في هذه الحلقة، وقبل أن نبدأ نقاشنا دعينا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. في أواخر شهر مارس الماضي قالت إحدى الناشطات في مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي إن الحوثيين جاءوا لملء الفراغ السياسي في اليمن. كان هذا التبرير للانقلاب على السلطة والدولة في معرض دفاعها الحقوقي عن جرائم الميليشيا. الموت لأمريكا. تبدو الصورة هنا مكثفة عن طبيعة عمل الكثير من المنظمات التي تمضي وفق قناعات وهويات سياسية باتت اليوم تتعاطى مع الحرب والانتهاكات في اليمن كعدوان خارجي، وتقفز على جرائم الانقلاب الذي قوض الدولة والقانون وأتى على الحياة المدنية والسياسية من جذورها. للمنظمات سياساتها وعلاقاتها مع المجتمع الدولي التي تمضي وفق تحيزاتها في الحرب، فتصادر معها حقوق الضحايا وتغيب معها الحقيقة الإنسانية. هذه الصورة تنعكس أيضا على أداء المنظمات الدولية، خصوصا تلك التي تستند على طواقم وأفراد ومؤسسات لا تزال تخضع لسلطات الانقلاب وتعمل تحت مظلته، وهو ما يجردها من كفاءتها ونزاهتها. فكيف يرى العالم اليمن؟ إلى جانب الحرب تبرز انتهاكات حقوق الإنسان، منها التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وما تكشفه التقارير لبعض المنظمات يؤكد فداحة ما يحدث في هذا البلد الأكثر فقرا والأقل استقرارا. تبدو حالة حقوق الإنسان المهدورة في اليمن أكثر إهمالا من قبل المنظمات الدولية الكبرى لبلد خذله الجميع، ناهيك عن الانتقائية في التقارير وفرز الضحايا على أساس المواقف السياسية. أداء المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في اليمن يخفت في المناطق الأكثر ضرراً وانتهاكاً، ومن بينها تعز التي ظلت غائبة كملف حقوقي في الطاولة الدولية إلا من بعض الاستثناءات. إذن أستاذة إيناس، لو بدأنا بالحديث معك بشكل إجمالي عن رؤيتكم حول الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن كما ترونها أنتم في المرصد الأورو متوسطي. نعم، يعني نحن في المرصد الأورو متوسطي ما زلنا نرصد الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان في اليمن، وهي للأسف متزايدة وبشكل متسارع. يعني فعليا كل شهر تردنا معلومات جديدة يعني تنبئ عن المزيد من الانتهاكات. هناك لدينا شركاء على أرض الواقع مثل منظمة سام للحقوق والحريات، وهي ترصد أيضا بالإضافة للراصدين الخاصين بالمرصد الأورو متوسطي العديد من الانتهاكات الفظيعة والتي توصف عادة بأنها خطيرة جدا. يعني على سبيل المثال في شهر سبتمبر الماضي فقط، يعني هناك بعض الإحصائيات التي تقول بأن 96 جريمة قتل يعني حصلت في اليمن فقط خلال شهر سبتمبر، 35 منهم على يد ميليشيات الحوثي، 13 شخص قتلوا بفعل الألغام
من بينهم طفل، في حين أن 27 شخص قتلوا بسبب ضربات التحالف، هذا غير عن المصابين، الآلاف من المصابين يعني الذين ما زالوا يعني يتعافون من إصاباتهم. هناك 96 حالة احتجاز تعسفي جديدة ارتكبت أيضا بحق المدنيين في اليمن في شهر واحد، في شهر فقط، في شهر هذه الإحصائيات كلها يعني فقط خاصة بشهر سبتمبر، ويعني هذه الأرقام يعني حصيلة رصد شهر واحد فقط. هؤلاء 96 شخص الذين تم اعتقالهم تعسفيا، تم اعتقالهم من قبل ميليشيات حوثي وصالح أيضا، ويعني في حين تم رصد 17 حالة تجنيد للأطفال ما دون 18، يعني أيضا كانت من قبل ميليشيات الحوثي. يعني عدا عن طبعا كون الانتهاك الأول والأساسي الذي يمر فيه الآن أطفال اليمن هو حق انتهاك بحقهم بالتعليم، لأن لغاية الآن يعني لم يتم فتح المدارس. لذلك هذه الأرقام وهذه الإحصائيات التي تصلنا بشكل دوري تنبئ بأن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا، ويعني للأسف نحن كلما قرأنا الأرقام نتمنى أن تكون هناك نقصان في هذه الأعداد وفي هذه الأنواع، ولكنها في ازدياد مع الأسف. وهذا الأمر يعني من ناحية حقوقية ينبئ بوجود المزيد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي لابد أن يحاسب مرتكبوها، ولابد أن يتم ضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لأن يعني مثل هذه الانتهاكات يقع ضحاياها فقط هم الأبرياء وبخاصة الأطفال الذين يعني ليس لهم حول ولا قوة في هذا النزاع المسلح حول السلطة كما تعلمين. يعني وجهة نظرنا كمرصد أورو متوسطي في ظل هذه الأرقام كلها يعني تنبئ باستمرار الكارثة الإنسانية. قبل أن أناقشك في هذه الأرقام أستاذة إيناس، يعني أود أن أسألك ما هي وسائلكم ومصادركم لرصد انتهاكات حقوق الإنسان؟ أشرت لمنظمة سام، ولكن الراصدين هل هم يمنيون؟ هل تم تدريبهم؟ كيف تتعاملون معهم؟ نعم، فعليا لدينا فريق رصد موجود على أرض الواقع، وهم نعم من اليمنيين، لأنه مثل ما تعلمون يعني صعوبة الوصول من قبل أي شخص آخر من الخارج فعليا تكاد مستحيلة وفيها خطورة. لذلك هناك من الحقوقيين الذين تلقوا التدريب ويعني تدريبات عديدة لكيفية الرصد وكيفية توثيق الانتهاكات، بالإضافة إلى شركائنا كما ذكرت لك، والتي يعني أحدها منظمة سام للحقوق والحريات، والتي تريدنا معلومات أيضا من قبل فريقهم أيضا الموجود على أرض الواقع. لذلك نعم نحاول أكبر قدر ممكن أن نعدد مصادر المعلومات والتي تريدنا لمصداقية المعلومة. إذن هل لديكم ملفات معينة تركزون عليها أم تشتغلون بشكل عام عن حالات الانتهاكات التي يمر بها اليمن؟ يعني شعار المرصد الأورو المتوسطي هو الدفاع عن حرية الفرد، لذلك نحن لا نتوجه بتسليط الضوء على انتهاك معين. نحن انتهاكات حقوق الإنسان جميعها يعني في دائرة يعني اهتماماتنا ورصدنا، وبالإضافة إلى أن يعني منطقة الوطن العربي الآن كما تعلمين وهي منطقة ملتهبة بالنزاعات المسلحة هي الآن محط الاهتمام الأكبر، نظراً لتزايد ويعني تفاقم المشكلات ونزاعات مسلحة فيها. نعم، إذن أستاذة إيناس، بعد عملية الرصد التي تقومون بها وإصدار التقارير أيضا، ما الخطوة التي بعد؟ إلى أين تذهب هذه التقارير؟ نعم، يعني فعليا التقارير يعني هي الوسيلة التي تعبر فيها المنظمات الحقوقية عن المعلومات، أو التي تضع فيها المنظمات الحقوقية المعلومات بين يدي المجتمع الدولي، بين يدي المنظمات الأممية، وأقصد بذلك الأمم المتحدة. هناك مجلس لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة وله دورتان في السنة، ولذلك نقوم نحن بمناقشة هذه الانتهاكات وطرحها من خلال جلسات في مجلس حقوق الإنسان، ليتم لاحقا اتخاذ الخطوات بشأن هذه الملفات. الملف اليمني كان على قائمة جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي عقد الشهر الماضي، وفعليا قمنا نحن بطرح أو بعقد الكثير من الندوات لتسليط الضوء على الملف اليمني، ووجدنا استجابة لهذا الموضوع على الرغم من أن هناك مساعي لإحباط أي
يعني مساءلة أو أي خطوات لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، ولكن يعني نحن نصف ما صدر عن مجلس حقوق الإنسان مؤخرا بالإنجاز من خلال تشكيل لجنة خبراء أولا، ومن ثم وضع الأطراف النزاع المسلح الدائر في اليمن الآن على القائمة السوداء، وهذه نراها خطوات يعني في سبيل تحقيق الإنصاف والعدالة للمدنيين والضحايا. نعم، إذا نسمح للأستاذ إيناس أن ينضم معنا عبر الهاتف دكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان من القاهرة. مساء الخير دكتور محمد. يا مساء النور أخت آسيا، يا مرحبا. أهلا بك دكتور. يعني لو بدأنا معك بالحديث عن حالة حقوق الإنسان في اليمن من آخر الخطوات، ربما قرار مجلس حقوق الإنسان الأخير فيما يتعلق بلجنة الخبراء التي ستعمل مع اللجنة الوطنية. شكرا لك أخت آسيا على إتاحة هذه الفرصة لإيضاح حالة حقوق الإنسان في اليمن. تعلمون أن تداعيات المشهد في اليمن تفاقم منذ بداية الانقلاب الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح ضد الشرعية في سبتمبر 2014. في ذلك اليوم انحدرت حالة حقوق الإنسان في اليمن، واتسعت رقعة الانتهاكات الجسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وللأسف كان الضحية هو المواطن اليمني في كل مكان. الذي حصل الآن في جنيف أنه كان هناك مشروعان، مشروع قرار هولندي يتبنى فكرة إنشاء لجنة تحقيق دولية تحت البند الثاني، ومشروع قرار عربي يدعم اللجنة الوطنية تحت البند العاشر. والحمد لله تم توافق مسؤول بين جميع الأطراف، فصلنا ما يتعلق بالجانب السياسي عن الجانب الحقوقي، وأعتقد أننا انتصرنا جميعاً لحقوق الإنسان في اليمن من خلال تشكيل لجنة خبراء إلى جانب لجنة التحقيق الوطنية لتحقيق شفافية أكبر وأداء أفضل وفق المعايير الدولية لإنجاز عدالة حقيقية وإنصاف وتحقيق مبدأ الانتصاف للضحايا. أعتقد هذا الذي تحقق في جنيف، وهذا الذي تحقق يعني أعتقد الآن نحن أمام مرحلة قادمة. هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجازه بعيد عن أي تسييس لهذا الملف الحساس. نحن كحكومة شرعية يهمنا المواطن اليمني من صعدة إلى المهرة، ولا نرتضي أبدا أي انتهاك لحقوق الإنسان، ونسعى بكل إمكانياتنا كوزارة ممثلة للحكومة إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام. نعم، إذا يعني لو سألتك يعني بعد الحراك الحقوقي في جنيف، ما الذي أنتم بصدد العمل أو عملوا باتجاه حقوق الإنسان الذي يشهد تدهورا يوما بعد يوم؟ تعرف يعني حبال المنظمات ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة طويلة، لكن في كل يوم يعني نشهد ارتفاع لتزايد عدد الضحايا. أنا أتفق معك أخت آسيا، وأضم صوتك إلى أهمية إعطاء ملف حقوق إنسان أهمية واهتمام أكبر من قبل الجميع. نحن كوزارة الآن نحن بصدد مشروع مع مركز ملك سلمان فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، وسنعمل على ملف التوعية، توعية بالقانون الدولي الإنساني، وتوعية بمخاطر الألغام التي تحصد يوميا العشرات من النساء والأطفال في اليمن. للأسف ملف حقوق الإنسان كما أشرت إليه يتم استخدامه سياسيا في العديد من الملفات في المنطقة وخصوصا في اليمن، لكن نحن فيما يتعلق بكل ما الشق الحقوقي لحقوق الإنسان في اليمن نحن داعمين له بكل قوة، وأيادينا مفتوحة للشراكة مع أي منظمة دولية أو أي دولة تساعدنا لأجل تحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن في كل المناطق التي تحت أيدينا وفي كل المناطق المحررة. نعم، إذا لو حدثنا أستاذ الدكتور محمد يعني عن العلاقة بين اللجنة الدولية وأيضا اللجنة الوطنية، كيف ستكون وما يعني ما الذي سيشكل من فارق وجود هذه اللجنة الدولية؟ هي ليست لجنة دولية، إنما هو فريق من الخبراء يعينه المفوض الإسلامي، تعمل على دراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات بشكل عام، وتقدم تقريرها إلى المفوض الإسلامي لحقوق الإنسان
كما تقدم توصياتها لأجل تحسين أداء اللجنة الوطنية وتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام. بكل تأكيد وجود خبراء لديهم معرفة ولديهم خبرة في مجالات التحقيق ومجالات حقوق الإنسان، خبراء دوليين وخبراء إقليميين كما أشار القرار، بكل تأكيد سيعزز من أداء اللجنة الوطنية ويقدم الخبرات الدولية لها لمزيد من النضج ولمزيد من تحقيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالتحقيق الوطني لانتهاكات حقوق الإنسان. وبالتالي نحن نتطلع التعاون والشراكة مع الفوضية السامية لأجل هذه المهمة، وهناك وفد قادم إن شاء الله سيتم اللقاء في قادم الفوضية، سنلتقي فيه إن شاء الله في العاصمة قريبا. نعم، إذا دكتور يعني هل تغيرت رؤية المنظمات والجهات الدولية لحقوق الإنسان بعد يعني الحراك الأخير، وخصوصا الزيارة التي قمتم بها لهولندا ولقاء بالوزير الخارجية الهولندي، خاصة أنه نحن نعلم أن كثير من البلدان يعني بما فيها من تقف مع الشرعية ما زال يعني أناسها يظنون أن الحرب هي فقط حرب السعودية على اليمن بما فيها تركيا وبريطانيا وكثير من الدول؟ أتفق معك أخت آسيا، هناك نظرة مغلوطة وصورة مغلوطة عن الوضع في اليمن. الوضع في اليمن حينما نقرر الحقائق التالية لا يستطيع أحد أن ينكرها. الوضع هو أن هناك حقيقة تقول أنه لولا الانقلاب كانت اليمن تمضي وفق رعاية دولية وأمم متحدة في مسار التحول الديمقراطي وعملية سياسية منذ 2011. هذا المسار انحرف جانبا بسبب هذا الانقلاب، ترتب على الانقلاب اثار انسانيه بشعه وكبيره للغايه وماساه انسانيه تعد هي الاولى عالميا الان، سببها الرئيسي هو هذا الانقلاب. الحقيقه الثانيه ان اي حرب في العالم لابد لها من اثار جانبيه ولابد لها من ضحايا ولابد لها من اسماء، وبكل تاكيد حينما يعني حرب بهذا الطول وهذه المده لو قارناها بكافه الحروب التي مضت في المنطقه سنجد أنها الأقل خطأ ونسبة الأخطاء تكاد لا تذكر، وإذا كانت هناك أخطاء فنحن كحكومة نعترف بها والتحالف يعترف بها، ونسعى وتم التحقيق بحوالي يعني 3000 ملف تم تحويلهم إلى القضاء. لجنة التحقيق الوطنية حملت الحكومة والتحالف حوالي 40% من هذه الانتهاكات و 60% لميليشيات الحوثي وصالح. باختصار أختي العزيزة، الواقع مهما حاول بعض يعني المنظمات بعض الدول تستقي معلوماتها من معلومات مضللة، هذه المعلومات مهما كانت لا تستطيع إخفاء الحقيقة الواقعة التي يعانيها شعبنا حتى الآن يوميا في صنعاء وفي عمران وفي صعدة وفي كل المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات. يعني نحن نتحدث عن أزمة إنسانية سببها الرئيسي هو الانقلاب، وبالتالي لا يمكن أن تزال هذه الآثار وهذه النتائج دون أن نشير إلى السبب الرئيسي لها. لابد من إزالة الانقلاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة إذا أردنا أن ننهي هذه الأزمة الإنسانية بشكل سريع. نحن كحكومة كما نؤكد دائما نسعى للسلام اليوم وليس غدا، سلام يمنع الحروب في المستقبل القريب على الأقل، سلام يتأسس على مرجعيات واضحة محل اتفاق اليمنيين، لكن أي تسوية هشة تعاود الحروب من جديد بكل تأكيد كل الشعب اليمني يرفضها. نحن نتمنى فقط من المنظمات الدولية أن تستمع من الجميع وأن لا تسلك الطرق السهلة في رفض وتوثيق الانتهاكات. يعني أنا شخصيا التقيت بالعديد من هذه المنظمات الدولية وحينما سألتهم لماذا لم توثقوا مجاز التي تحصل في تعز، قالوا لي السبب البسيط أن مجاز تعز تحصل بسبب أنه القصف العشوائي ونحن يصعب علينا عملية رصد القصف العشوائي بينما الطيران يسهل علينا ذلك. نحن نقول لهم أن المجازة التي تحصل في تعز والحصار الذي يحصل في تعز والحجم الانتهاكات والجرائم الحرب التي ترتكب هناك يشير بشكل واضح إلى الفاعل الرئيسي وهو الانقلابيين، وبالتالي على هذه المنظمات إذا كانت تسعى بشكل جاد لتحقيق حقوق الإنسان أن تسعى للطريق الصعب وليس من أجل الضغط على هذه الدولة أو تلك.
نعم، إذن شكرا لك من الجميع من أجل تحقيق حقوق الإنسان بشكل كامل في كل ربوع اليمن. صحيح، إذن شكرا جزيلا لك دكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إليك يا أستاذ إيناس تعقيبا على حديث الدكتور محمد، خاصة فيما يتعلق بالنظرة المغلوطة التي تقدم للمنظمات، يعني قلة من المنظمات التي نجدها تتحرى الحقيقة وترفع تقارير يعني بكل الانتهاكات من أي طرف يقوم بهذا الانتهاك، لأنها تنظر للإنسان كإنسان لا تميز يعني هذا لأنه وقع بسبب ضربات التحالف أو ذلك لأنه وقع بسبب الحوثي. ما نلاحظ أيضا أن المنظمات للأسف الشديد، يعني أنت ذكرتي أرقام مهولة خلال شهر واحد، وتحدثتم من قام بكل هذه الـ يعني الانتهاكات. بعض المنظمات حين تورد انتهاك الحوثيين تشير له بإشارة خجولة، أرقام غير منطقية، يعني يعلم الجميع كمية الناس الذين قتلوا بسبب الألغام وتذكر عشرات الأرقام مقارنة بما هو على أرض الواقع، حتى يقال ها نحن ذكرنا ميليشيا الحوثي وصالح. لماذا هذه النظرة ل يعني حقوق الإنسان في اليمن بالذات؟ يعني أنا أرى كباحثة في المجال الحقوقي والإنساني أيضا بأن على أي منظمة حقوقية تعنى بحقوق الإنسان أن تضع في أول أولوياتها الإنسانية وليس غير الإنسانية، بمعنى أنه لا يجب أن يعني تتحرك المنظمة وفقا لأجندات معينة أو وفقا لمصالح سياسية معينة، لأن ذلك يخرج عن العمل الإنساني فعليا. والعمل الإنساني له وصف قانوني، يعني هناك العاملين في المجال الإنساني فعليا لهم حماية مقررة وفقا لاتفاقيات جنيف، إذا هناك معايير للعمل الإنساني. إذا قلنا بأن أي منظمة أو أي جهة أو أي طرف أو حتى أي فرد خرج عن هذه المعايير، هو فعليا خرج عن العمل الإنساني ودخل في العمل السياسي، ربما دخل في أي مجال آخر غير العمل الإنساني. لذلك يعني أجد من غير المنطقي الحديث عن منظمة دولية حقوقية أو حتى محلية حقوقية معنية بحقوق الإنسان على وجه التحديد، ويعني تخفي بعض الحقائق أو تخفي بعض الأدلة التي حصلت عليها بطريقة أو بأخرى، لأن تلك الوثائق أو تلك المعلومات هي تعتبر فعليا أدلة ضد الجاني، ضد مرتكب الجريمة الذي فعليا نتستر عليه بإخفاء تلك المعلومات. وكيف سيتسق عمل المنظمة الحكومية أو عفوا المنظمة الحقوقية عند تستر على الجاني أو على المجرم؟ لذلك لابد من يعني عند الحديث عن العمل الإنساني تحري فقط مصلحة الفرد، مصلحة الإنسان بالدرجة الأولى، وعدم الأخذ بعين الاعتبار أي أجندات أخرى أو أي مصالح سياسية. نعم، لكن للأسف الشديد يعني ما يثبت في أرض الواقع أن المصالح السياسية هي من تحرك هذه المنظمات. عموما برأيك لماذا تواصل الأمم المتحدة التي يفترض أن تكون أنموذجا أمام المنظمات الأخرى وأيضا والمنظمات العشرون؟ هناك عشرون منظمة يعني غير عاملة في اليمن، ترفع فقط أنها تريد أن تدخل السعودية في قائمة العار متجاهلة الطرف الآخر. تصمت الأمم المتحدة مع هذه المنظمات عاما كاملا تقريبا، يعني أمام منع ميليشيا دخول فرق الأمم المتحدة والتحقيق الأممية إلى مدينة تعز لاستقصاء الوضع هناك، يعني حينما نتواصل نحن معهم كإعلام ونسألهم من الطرف الذي عرقل دخولكم إلى تعز، يقولوا نحن لا نرفع تقارير سياسية وليس من عملنا أن نقول نحن منعنا وفقط حتى يستمر عملنا. هل هذا حقيقي فعلا؟ ليس على المنظمة أن تعلن من الذي يعرقل عملها في الميدان؟ يعني فعليا الأمم المتحدة، وهذا أمر لا يخفى على خافٍ، بأنها تتعرض فعليا لضغوط من كافة الدول الأطراف في الأمم المتحدة، وخاصة يعني ما شهدناه في مجلس حقوق الإنسان الماضي من جهود حثيثة لعدم إدراج بعض الجهات على القائمة السوداء أو حتى عدم فتح أي تحقيق في اليمن من شأنه أن يشير بالبنان إلى مرتكب الجريمة. هذا الأمر فعليا يمارس بشكل متواتر وبشكل حثيث على الأمم المتحدة كي يعني يتم استبعاد بعض الأسماء أو بعض الجهات من المساءلة أو حتى من شبهة ارتكاب الجرائم.
لذلك نجد الأمم المتحدة هي فعليا بين فكي سندان، خصوصا أو بين فكين مطرقة، لأنها هي فعليا يعني تقوم ب يعني مراعاة مصلحة حقوق الإنسان من جهة، وبذات الوقت هي تتعرض لضغوط متعلقة في التمويل على سبيل المثال. وأنت تعلمين بأن فروع الأمم المتحدة فعليا يعني تحتاج إلى العديد من الموارد كي تنفق على اللاجئين، على الأطفال، على يعني أي مجاعات إنسانية مثلا، يعني هذه كلها تحتاج إلى مصادر للتمويل. فعندما تهدد الأمم المتحدة بقطع التمويل أو بحتى إجراء يعني أو اتخاذ إجراءات أو خطوات للتقليل من هذه المصادر، هي فعليا تضع في موقف محرج. لا ندافع عن الأمم المتحدة بالتأكيد، ولكن هي فعليا يعني هذه مشاهدات على أرض الواقع نرصدها، ويعني ربما تكون هي السبب في التأخر باتخاذ الخطوات. ولكن مع ذلك نقول بأن الأمم المتحدة مؤخرا خاصة فيما يتعلق بالشأن اليمني قد أحرزت تقدما ملحوظا من خلال أولا تشكيل فريق خبراء، وإن كنا قد انتقدنا المهام الموكلة لهذا الفريق لكونه فقط يرفع التوصيات للجنة التحقيق الوطنية، ولكن كنا نتأمل بأن يتم إعداد تقرير شامل مثلا وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية كدليل على من هم الذين ارتكبوا الجرائم الحرب في اليمن، أو حتى رفع التوصيات إلى مجلس الأمن. ولكن مع ذلك نعتبرها خطوة في يعني خطوة أولى في سبيل تحقيق العدالة الجنائية، بالإضافة إلى الوضع وضع كافة أطراف النزاع في اليمن على القائمة السوداء، أيضا هذا له يعني قيمة معنوية وقانونية. وإن نعم أناقشك في هذه النقطة أستاذة إيناس، ولكن اسمحي لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليك. نحن نسوان نرحم الله، نضارب على لقمة العيش، والحوثيين مجرمين الله لا سترهم ولا سامحهم، هم مليون محاصر وزرعوا لنا الألغام بالطريق اللي من النقزعين، ولا يدعي طريق ينقضيني يتنقضي، ازترعتوا قنبي قرحتوا قنبيني، خلصوا وعد صح مني شنقضنا. آية خرجتوني وبنتي عمي أجينا ندينا لنا طيح اللغم تحت تفجرت، أدعيت إذا تنقبني أجا أشي تنقبني طيح تحت اللغم. أنا كنت الزوج بالعدادة سمعت أجيت لذا الإصابة، أنا الرجل معشر ضيلي أنا معوقة الآن اشتي عناية اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وارحب بك مره اخرى استاذة ايناس. قبل ان يعني نطرح موضوع مجلس الامن الذي كان قبل الفاصل، يعني اود تعليقك على ما شاهدتيه من احدى حالات ضحايا الالغام، والتي ربما يعني لا يولى هذا الملف اهتمام كبير. كثير من الضحايا فقدوا، ان لم يفقدوا حياتهم فهم يفقدوها بطريقه غير مباشره ببتر اطرافهم والتشوهات التي تنولهم. يعني هذه الحالة المؤسفة التي شاهدناها بالفيديو، والتي يعني من أمثالها الكثير التي لم تصور فعليا، يعني أنا أعتقد بأنه يجب أن يتم تناولها كل قصة على حدة، بحيث يتم تسليط الضوء على مآسي هؤلاء الأشخاص. يعني المسألة ليست مجرد أرقام ضحايا يذهبون أدراج الرياح، كل شخص له قصة، وكل شخص فعليا قد تم التعرض لحياته ولسلامات الشخصية، وقد دمرت حياته. يعني كما سمعنا بالفيديو يعني الفتاة كانت ستتزوج، ومن ثم بعد هذه الإصابة اختلفت حياتها كليا. فيعني المسألة يجب أن تسلط بكل حالة على حدة، كي يسمع المجتمع الدولي، كي تسمع يعني الجهات المعنية هذه الأصوات وهذه النداءات المستغيثة فعليا لوقف المزيد من الانتهاكات. الإنسانية الآن يعني أصبحت شبه معدومة في اليمن، والدماء تراق دون حساب ودون أي أدنى تفكير في الحساب وفي المعاقبة على هذه الأفعال. هذا أمر
لا يمكن السكوت. نعم أستاذة، يعني مسألة المعاقبة على هذه الأفعال، يعني هل يعني هناك قصور في منظومة القانون الدولي يراهن عليها هؤلاء مرتكبو الجرائم في أنهم لن ينالوا جزاءهم؟ يعني خاصة أنك تتحدثين أنه هذه التقارير كان يفترض أن ترفع إلى مجلس الأمن، ما القيمة الحقيقية لرفع إلى مجلس الأمن الذي لم يستطع تنفيذ قراره 22/16 والذي كان يمكن أن يحل كثير من مشكلة اليمن لو طبق فعليا؟ نعم، يعني أولا دعينا نتحدث إن كان يعني قلنا نتحدث القصور، لا يوجد قصور بالقانون الدولي، القانون الدولي كفل الحماية للمدنيين في نزاعات المسلحة، هناك منظومة كاملة، منظومة القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب التي كفلت حماية المدنيين وعدم استهدافهم عشوائيا، وبالإضافة إلى أنها حددت لأطراف النزاع الأهداف التي من الممكن أن يتم استهدافها، وهي حددتها في الأهداف العسكرية طبعا، وأيضا بالقدر المناسب، وهذا مبدأ التناسب في القوة. ولكن يعني الذي يشتت هذه القواعد أو بالأحرى الذي يجعلنا أمام عدم تطبيقها أو عدم تفعيلها على أرض الواقع هو تعدد الأطراف النزاع في اليمن، بحيث كل طرف يلقي على الآخر مسؤولية ارتكاب هذه الانتهاكات. ولكن هناك جرائم واضحة، هناك يعني جرائم واضحة، وهناك جرائم باعتراف بعض الأطراف، ويعني الأمر واضح من خلال مثلا ضربات التحالف العربي العشوائية، والتي أقرت يعني القوات التحالف بأن هناك 60 ضربة خاطئة عن طريق الخطأ، ولكن في ذات الوقت لم نرى أي تحقيق فعلي حول هذه الضربات الخاطئة، بالإضافة إلى ذلك بأن استمرت هذه الضربات، يعني يقبل الخطأ مرة واحدة مع على الرغم من عدم قانونيته وعدم شرعيته، ولكن 60 مرة تكراره بهذا الشكل، هذا ينبئ عن وجود سوء نية لدى هذا الطرف، وبالتالي يعني باعترافه بأن هذه الضربات تمت عن طريق خطأ، إذن يتحمل المسؤولية، يحاسب يعني. حتى وإن كانت عن طريق خطأ يحاسب عن هذه الأمور. لذلك هناك من الأدلة ما مثل أيضا زراعة الألغام، زراعة يعني كلما سحب الحوثي من منطقة زرعها بالألغام، يعني أمر واضح. هذا بالتأكيد يشير بشكل واضح إلى من هم الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات، ولكن يتبقى اتخاذ الخطوات لتقديم هذه الأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية التي هي معنية في محاكمة مجرمي الحرب. سألتيني ما هو دور مجلس الأمن، هو مجلس الأمن فعليا له صلاحية إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في اليمن، بحيث يتم إحالة هؤلاء الأشخاص مباشرة من قبل هل مجلس. هو قادر على ذلك؟ هو قادر إن أراد. هو قادر إن أراد ذلك، ويعني نحن ندرك بأن هناك العديد من المصالح السياسية التي تحكم الدول الأطراف في مجلس الأمن، وهناك حق النقد الفيتو وما إلى ذلك الذي يعطل أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الصدد، ولكن بالنتيجة إن كنا نريد أن نسأل هل يمكن؟ نعم يمكن. نعم، لماذا تكون البداية من قرار 22/16 الذي لم يجد أي معارضة، على العكس إجماع دولي، لم تتخذ أي دولة استخدام حق الفيتو، قرار واضح حدد المجرمين وحدد العقوبات، لما لا يتم تنفيذ هذا القرار؟ وسيجدون أن الأمور ربما تحل بدون الخضوع لكل هذه الإجراءات التي لا قيمة لها سوى المزيد من الضحايا. يعني للأسف قد يضطر أحيانا مجلس الأمن لاتخاذ قرارات قد يتخذ تنفيذها وقتا طويلا على أرض الواقع، يعني مسألة وجود هذا القرار لا وعدم تنفيذه إلى الآن لا يعني أبدا أنه لاغ أو أنه غير ساري المفعول، يمكن تطبيقه ولكن قد يحتاج وقت. بذات الوقت أشرت لك بأن هناك خطوات يتم اتخاذها الآن من قبل أجهزة الأمم المتحدة الممثلة بمجلس حقوق الإنسان بشكل أساس بالشأن اليمني، بمعنى أنه لا يوجد تغييب عن الحديث عن الموضوع اليمني، لا يوجد هناك إهمال للشأن اليمني، الشأن اليمني الآن يطرق في المحافل الدولية ويتم اتخاذ قرارات في شأنه، وهذه المسألة يعني في العرف الدولي نراها كإنجاز، كخطوة أولى. ما زلنا نحتاج للمزيد من الجهود لبذل أو لاتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، ما زلنا بحاجة إلى إرادة سياسية لتفعيل هذه القرارات.
هناك أدوات لتفعيل هذه القرارات، هناك على سبيل المثال حظر شامل للسلاح، بإمكان إجبار بعض الدول مثلا كأمريكا وبريطانيا الآن التي تقوم بتسليح التحالف العربي، وثبت ذلك من خلال الكثير من التقارير التي يعني رصدت وجود أسلحة أمريكية الصنع تم إلقاؤها على مدن مختلفة في اليمن، بإمكانها أن تمنع هذه الدول من التسليح هذه الميليشيات أو التحالفات بغض النظر كي يتوقف نزف الدماء الآن في اليمن. هناك العديد من الخطوات، ولكن نعم هذه الخطوات ربما استدعينا تجدونها أنتم كمنظور دولي أنها تتسارع، ولكن للأسف الشديد اليمن بالأصل بلد فقير، بلد يعاني الكثير من الأزمات، يعني فبالتالي يعني انهار سريعا يعني على سنوات، يعني في أول أشهر الحرب تم انهيار اليمن تماما ويزداد في هذا الانهيار. اسمح لنا فقط أن ينضم معنا أيضا الناشط الحقوقي ياسر المليكي عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ ياسر. نور، أهلا بك ومشاهدي قناة بلقيس وبضيفتك الكريمة السيدة إيناس. أهلا بك أستاذ ياسر، وأود أن تحدثني عن أوضاع حقوق الإنسان في تعز هذه الفترة، وخاصة يعني المستجدات التي شهدتها المحافظة من جديد. بداية دعيني أشير إلى أن محافظة تعز منذ 3 سنوات تقريبا من عمر الصراع المسلح الذي تشهده مدينة أريافها ومدينتها بشكل أخص، هي المحافظة اليمنية التي شمل الصراع المسلح كثير من قراها، كثير من أريافها، كثير من حاراتها. بسبب هذا الصراع أنتج كثير من الضحايا، خلف كثير من المآسي. آخر هذه الانتهاكات أو الضحايا الذين سقطوا بسبب الصراع المسلح في محافظة تعز هو ما نشاهده من قصف عشوائي على المستشفيات الطبية يوم أمس، وقبلها على مستشفى الثورة في مدينة تعز من اتجاه المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات صالح، إضافة إلى قضية الإعدام التي انتشر صداها ووديع خبرها ارتكبتها جماعة الحوثي في منطقة نائية ريفية يسيطر مسلحيها على هذه المنطقة، إضافة إلى ضربات لطيران التحالف العربي تصيب سكان مدنيين وتخطو أهدافها العسكرية. هذه الانتهاكات أو سقوط هؤلاء الضحايا بسبب هذا الصراع المسلح في هذه المحافظة التي تعد الأكثر من حيث عمر الصراع المسلح فيها، الأكثر في عدد الضحايا، الأكبر في انتشار الجماعات أو الأطراف الصراع المسلح فيها. أقول أن محافظة تعز بحجم أو بقدر هذه المآسي وبقدر هذه الكوارث الإنسانية أو المآسي الإنسانية التي تشهدها، إلا أننا لم نرى تحركا يليق بهذه الانتهاكات، يليق بحجمها، يليق بأقلها أن يتحرك الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي، المنظمات الحقوقية لوقف نزيف الدم الذي يسقط يوميا في محافظة تعز، لفك الحصار عن مدينتها الذي شارف في هذه الفترة عامه الثاني، إضافة إلى استطاعة المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي وقوات صالح المتفردة في زراعة الألغام في كثير من المناطق التي تشهد صراع المسلحة. هذه الألغام التي لا يمكن حسبانها أو لا يمكن حفرها في منطقة ما، ولا يمكن حفر ضحاياها الذين يتساقطون بشكل يومي وبشكل مستمر. إذن كيف تقيم وجود المنظمات الدولية والحقوقية لرؤية المأساة الإنسانية في تعز أستاذ ياسر؟ دعيني أشير إلى أن شارف العام الثالث من عمر الصراع المسلح في اليمن على الانتهاء، وما زال موضوع المنظمات الحقوقية والعمل الحقوقي في اليمن مسار جدل، مسار تشكيك من جميع الأطراف. هذا الجدل وهذا التشكيك أثر على سمعة المنظمات الحقوقية لدى السكان اليمنيين، لدى الضحايا،
يشعر الضحايا بخيبة أمل في أن كثير من المنظمات الحقوقية لم تنتصف لهم إزاء الانتهاكات التي يتعرضون لها. يشعر السكان اليمنيون بخيبة أمل في أن هذه المنظمات لم تستطع أن توقف هذا التوحش الذي يمارس ضدهم، هذه المآسي اليومية التي لا ترعوي أن تمس حياتهم، أن تمس أمنهم واستقرارهم. هذا الجدل أثر على عمل المنظمات الحقوقية وخصوص نعم. إذن نعم أستاذ ياسر أود يعني أن أستغل وجودك معي وأسألك أيضا فيما يتعلق بأسرة أو قضية أسرة التربوي طه فارع الذي تكفلت بمتابعة رصدها، هل وصلتم إلى أي نتيجة؟ بالتأكيد جلسنا مع والد الطفل أنس وزوج الضحية في مدينة تعز في جلسة استماع علنية بثتها عدد من وسائل الإعلام، استمع حضرها عدد من الناشطين والمنظمات الحقوقية. أكد الأب والأستاذ طه بأن جماعة الحوثي هي من ارتكبت جريمة تصفية وإعدام ميداني بحق زوجته وابنه وإصابة أخيه. أي مبرر دون أي ضرورة عسكرية دون أي ضرورات حربية تقتضي هذا العمل المشين. أكد أن جماعة الحوثي تسيطر على المنطقة التي وقعت فيها هذه الجريمة، تبعد هذه المنطقة كثيرا عن أقرب منطقة للصراع المسلح يتواجد فيها الصراع المسلح أو تشهد صراع المسلح. أكد الأستاذ طه بأن أسرته منع مسلحو جماعة الحوثي من تشييع جنازتهم. هذا دليل إضافي في أن جماعة الحوثي كانت مبيتة لهذه الجريمة ومستعدة أو مستعدة لكل آثارها ونتائجها من حيث منع التشييع، من حيث اعتقال المسعفين الطبيين، عدد من الإجراءات التي قامت بها جماعة الحوثي في والقوات الإجرامية في ممارسة هذه الجريمة النكراء والبشعة. نعم إذن شكرا جزيلا لك ياسر المليكي النشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك يا أستاذة إيناس. أستاذة إيناس يعني برأيك ما هي الأدوات التي يعني يمكن استخدامها كعقوبات؟ نحن تابعنا لجنة العقوبات ويعني الحديث عن الحسابات البنكية، الحديث عن كما تفضلتي إيقاف استيراد الأسلحة وكثير من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ إلى أن تتوقف الحرب. نعم يعني بالدرجة الأولى نرى أن العقوبة الأولى والأنجع هي إحالة كل شخص يثبت تورطه في هذه الجرائم إلى المحاكمة، وبالتالي إيقاع العقوبة المناسبة عليه. وهذا الأمر كما ذكرت لك لا يعفي أي طرف سواء كان قد شارك بشكل مباشر أم غير مباشر في العمليات العسكرية الموجودة في اليمن، ويعني ثبت اختراقه للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى اختراقه لقواعد اشتباك. وورد أن أنوه بأن التحالف العربي على سبيل المثال يعني لم يحدد أي قواعد للاشتباك لفترة طويلة من الزمن، إلى أن مؤخرا أعلن عن تحديده لقواعد اشتباك، ولكن كانت أيضا حبرا على ورق ولم يتم الالتزام بها. لذلك يعني هذه الأمور كلها تؤخذ بعين الاعتبار عند إيقاع العقوبة على الشخص الذي المتورط في هذه الجرائم، ومن ثم ممكن الحديث عن عقوبات على مستوى الدول، على مستوى يعني الحكومات، من حيث عقوبات اقتصادية أو عقوبات متعلقة ب لا نظن أن لمن بحاجة لعقوبات اقتصادية لأنها معاقبة الآن. لا هي الفكرة أن يكون هناك عقوبات اقتصادية بحق أشخاص موجودين في الحكومة، يعني إغلاق حسابات بنكية مثل ما ذكرتي، أو يعني ربما يعني عقوبات مشابهة أو يعني
يعني تشبه هذه العقوبة. بكل الأحوال يعني هذه المسألة نحن نراها يعني دعينا نمسك أولا في طرف الخيط الذي سيرشدنا إلى المرتكب الانتهاكات، ومن ثم هناك من العقوبات ما يمكن الحديث فيه أو اقتراحه في حينها، وهذه سلطة يعني تملكها المحكمة التي يحال إليها الأشخاص المتورطون في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي. يعني لابد من أن يتم اتخاذ خطوات في هذا الأمر لتحقيق العدالة للأبرياء. هناك أشخاص يجب أيضا أن يتم تعويضهم، وعلينا أن نتحدث الآن أيضا عن مسألة التعويض للضحايا. هناك يعني أشخاص دمرت بيوتهم، هناك أشخاص فقدوا أطرافهم، هناك أشخاص فعليا يعني لا يمكن جبر كسرهم بأي طريقة كانت، ولكن حقهم بالتعويض واجب وقائم. أيضا هذه المسألة يجب أن تطرح ويجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار. نعم. إذن شكرا جزيلا لك يا أستاذة إيناس زايد، المستشار القانوني في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.